الكل كيعرف الازدحام اللي كتعرفوا مدينه الدار البيضاء خصوصا في الاوقات لي زور دو بوينت مع 12 ولا 2 ولا في العشيه مع 7 ديال العشيه ولا 6 ونص. الدار البيضاء خصوصا وسط الدار البيضاء وسط المدينه كيعرف واحد الازدحام. البيضاويين كيشتكيو كثيرا. كاين مع الاسف واحد الطريق ساحليه اللي كتربط الميناء ديال الدار البيضاء بالخرجه على مستوى مولاي سليمان وميموزا في عين السبع. كي تما كاين واحد الطريق اللي تنجزات بواحد الكلفه ديال مليار ديال الدرهم ومع الاسف ما كانتش تحلات. فاش جينا كمجلس وانتخبنا من الخرجات الاولى اللي كنا درنا مع السيده العمده والسيد وزير النقل انذاك هي زرنا ديك الطريق اللي كانت واجده كتسنى غير تحل. مع الاسف كانت واحد الارض صغيره في الخرجه ديالها كانت ديال الخواص ديال واحد السيد اللي ديالو ديك الارض دارت لها نزعه الملكيه وسرعنا الانجاز ديال واحد جيراتوار تما منين يبداو يخرجوا الشاحنات. كيعرف الجميع بان الشاحنات غادي يبداو يخرجوا من تما. دار لهم واحد الممر على ديك المستوى في البدايه ديك المستوى واللي كيوصل حتى للزناته المدينه الجديده البيئيه. وغادا دار واحد الطريق تما اللي غادي تبدا تخرجهم حتى لطريق السياره. من هذاك الوقيته فاش غادي يبدا الاستعمال رسميا بهذيك الطريق غادي تقرر باش يتحبسوا جميع الشاحنات الثقيله باش تجوب وسط مدينه الدار البيضاء. الكل كيعرف جميع المدن في العالم ما كتشوف الشاحنه من الصنف الثقيل كتدخل وسط المدينه الا باستثناء الا برخصه استثنائيه ولا اوقات استثنائيه. نعطيك مثال غير الرباط، راه هضرنا جلسنا مع المهنيين وحبدوا الفكره. حتى المهني كيقول لك انا لا يعقل انا واحد الكاميو المهني هذاك المهني كيجوب مدينه الدار البيضاء داخل وسط المدينه وباش نمشي نديها لهذاك الزبون ديالي ولا نخرج نديها لمدينه اخرى نخرج للطريق الصغير. وما حبدوا الفكره ومستعدين كيقول لك حنا مستعدين منين غادي تفتح هاد الطريق رسميا مستعدين ما نبقوش ندخلوا للمدينه. حتى هما كيقول لك راه كنلقى مشاكل في وسط المدينه والازدحام اللي كتعرفوا من المدينه. البيضاويين كيشتكيوا كثيرا من هذا الازدحام. هاد الازدحام غادي هاد القرار غادي يرفع العبء على الازدحام اللي كاين في مدينه الدار البيضاء.